أه حبيبي التور في في اكثر من شخص انت على خلاف معاهم على امور تافهه على امور أه سخيفه جدا أه هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امراه هوائيه او ناريه هاي الامراه ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع أه رح تخف سلطتها او رح تنتهي أو رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك يعني برج الثور قصدي يعني اذا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقراوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون قصدي لانه 12 برج فيعني بيسهل الواحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوية على التور فكل برج يعني بنزله لحاله وبكون ناويه عليه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي الناحية، حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين بين برج والتاني، بيكون بسبب تركيزي بالورق، بسبب تركيزي مش بس بالورق في أبراج، في طاقات، في أرقام، في يعني في كتير شغلات يعني ممكن إنه تلفت نظر الواحد أو يكون عم بفكر فيها طول الوقت لذلك بخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا أحياناً بس المرجع النهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب، فهذا للتور اكيد هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية أو نارية رح تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن على الأكثر إمرأة، هاي الإمرأة رح تنتهي سلطتها وأنت رح تفوز عليها بنفس السلاح أو نفس خلينا نقول هي رح تاخذ جزاءها من جنس العمل اللي عملته. رح يلف ويدور عليها، فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا هذا الموضوع، او بشكل عام رح يرجع لك حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص شوي عنيد شوي ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق فيه لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق، هاي مش قراءه عاطفية بحتة ولكن بين عندي هذا الموضوع، هذا الشخص مش ناسيك، هذا الشخص تحت تأثير ممكن يكون طاقات سلبية من طرف ثالث او اطراف اخرى عم تدخل في الموضوع، شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم. يعني مش انه زي ما انت مفكر مبين في بعقلك الباطن امور اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف الثاني ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه الطرفين انتوا اخطاتوا في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زياده عن اللازم كل إشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا ب هذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفيه اذا تعلقت بالشخص زياده عن اللازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بدي اياه يعني برج الثور من بعد ما كان في هاي الطاقه خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقه تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعه اشهر ثلاث اشهر كنت في تعلق شديد في هذا الموضوع وبتحاول انك تستشفى من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفى وعم تتذكر بقوه الطرف الاخر عم بيكون الطرف الثاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتوا الاثنين بتحبوا بعض بطريقه خرافيه بطريقة،, بطريقه, ولكن غريبين أنا ما بقول على شريك برج الثور بس هو الغريب، أنت غريب وعلاقتكم غريبة، علاقتكم مش مؤسسة على أساسات صح، في أمور كتير غامضة، في أمور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم إنه تتفقوا عليها من الأول. عم بشوف في لخبطات عم بتصير كتير بسبب امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني في موضوع عمل جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي مبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار في فرصة عمل جديدة او نوع جديد من العمل، برج الدور صح روتيني ولكن همه همه خلينا نقول الاول اللي هو العمل والمال والكذا، فعم بشوفك متمكن، عم بشوفك متمكن كتير وسعيد جدا من الناحيه العمليه، عم بتحقق كتير اهداف ولو انها بطيئه ولو انها مجزأه يعني عباره عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك قبل فترة بعدت عن شخص او أخذت قرار بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تعرف ما عم تقدر تعرف انه هذا القرار اللي اخذته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضه القديم عم بيراقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتوا الاثنين بتحبوا بعض بطريقه كتير حلوه ولكن غريبه مبنيه على شوية اسس مش صح او مش مش متفقين على واحد اثنين ثلاث لا تاركينها لل للوقت لذلك أي أي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكره طلاق عند برج الثور في فكره انفصال او في فكره زواج ارتباط من شخص ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخذ هذا القرار او لو كنت بدك تاخذ هيك قرار تبعد عن القرارات المصيريه يعني خلينا نقول مش القرارات العاديه او الممارسات اليوميه القرارات المصيريه اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه للناس المتباعدين رجوع ولكن بالنسبه للقرارات المصيريه زواج طلاق لا ناجل ممكن بعد هيك شايفيتك حبيبي برج الثور من بعد صدمه من الاصدقاء من بعد خذلان من واحد من الاصدقاء او اكثر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحت فأنا شايفة قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك أكثر شيء اه عم بشوف ممكن احتمال إنه يكون في اه حمل مش لنساء برج الثور لنساء رجال برج الثور أكثر ممكن يكون عند الجهتين بس اكثر حمل عند الرجل انه رجل برج الدور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك يا انت يا حدا قريب منك طالع من عمليه يمكن او وجع بالظهر بال يمكن بالاقدام او بالظهر اكثر ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير في استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج التور رافضين لهم فترة أو ما بيعطوا أبدا مجال للجنس الآخر أنه يدخلوا في علاقة ولكن أنا شايفة بنهاية فيه شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنت الشاب برج الدور ممكن يتقدم لبنت العازب اللي ما عنده علاقات أو إنه حدا منفصل عنه أعزب تماماً أو مطلق أو أرمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب فممكن إنه يكون في فكرة زواج ولكن بدون علاقة يعني ما في علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن أنها تكون بهذا الشهر هاي الفرصة. خلينا نشوف للي عم بيفكروا وعم بشوف على فكره للناس حتى اللي مش مش منتبه انت يا برج التور في شخص من برج مائي اظن او هوائي هذا الشخص عم براقبك من بعيد هذا الشخص معجب وعم بيدرس الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبه للي عندهم شريك واضح او ضامرين على الشريك الان عنده مشاكل كثير، عنده اصطدام في العمل، عنده مشكله بالعمل ممكن عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها. عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه، عم يعمل استشفاء، عم بتكون روحانياته احسن، عم بيتواصل معك روحانيا حتى لو كان بعيد عنك، عم بفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص. خلينا نشوف بشكل عام الأوراكلز إذا برج التور هل في تحذير آه عم بحذر أكثر إشي مش كل برج التور عم بحذر الناس اللي عندهم دراسة أو امتحانات آه الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم إنه الحظ مش معاهم كل الموضوع راح يكون النتيجه حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي، يعني حاول على قد ما تقدر انه تركز في الموضوع لانه ما راح يكون الحظ معك راح يعتمد فقط على جهودك. هذا التحذير اذا اجى مش لكل برج الثور للي عم يدرسوا. مسج بشبه شوي وضعه او بشبه حياته. وما ننسى انه الانسان يعني من فصيله من اي فصيله كلياتنا بنعرف بيقول لك انه الاكسبيرينسز التجارب اللي انت بريزنت uh, هلا uh, عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبيه اللي عم بتخوضها الان هي بتخدم uh, موضوعك او هدفك او اليور بيربس از هيلر يعني الامور اللي عم بتعيشها هلا اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج الثور هاي الاشهر هاي الفتره عم بتكون بتصب بمصلحتك مثل ما انا قلت لك بالشهر الماضي وانت فقط استقبلها بصدر رحب وما ما تتوتر كثير لانه برج الثور بتوتر شوي لما يلاقي انه في مفاجات او تغييرات من حوله فلا عم بيطمنك الورق وبيقول لك انه يعني شفت الافعى كيف عم بتكون بتلفلف حوالين الشغلات وكذا بيقول لك انت كون فلكسبل مثل هيك يعني اخلق من من العثره اخلق من العثره شيء مفيد لك خلي الامور تنعكس لصالحك احيانا بنكون بظروف كثير سلبيه ولكن بحركه صغيره ذكيه بشوي نحرك مخنا شوي بتنقلب كل الامور لصالحنا احنا بيقول لك روح لروحك الحقيقيه رح تطلع من الظلام انت في ظلام او في ظلمه من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الامان كنت عم بتحس بيقول لك السعاده او النورانيه او النور من داخلك فانت ارجع لنفسك ذا لايت از هير الضوء او الاناره او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بحكي لنا لبرج التور انه بكفي تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقه انك انت كبير بالسن او تفكر بطريقه يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بفكر بطريقه اكبر من عمره فهون عم بيقول لك عيش حياتك عيش سنك انت ما ما تنكد على حالك بسبب امور انا ما بقول انه برج الثور يعني نكد او كذا لا بس هو شوي بكبر الامور هاي الفتره عم بيضخم الامور فبيقول لك لا يعني عيش حياتك عيش سنك اليوم اللي بيجي يعني ما بيرجع